مساء الخير أحبائي وأعزائي، وكل عام وأنتم بخير. مع الألم مع الأسف أحبائي وأعزائي من قناة المسيح هنا. الآن لقطات حية من الاعتداءات على أقباط البرشة. هذا هو الفيديو، هتلاقوا الرابط بتاعه آخر الفيديو. شن متطرفون الآن هجوما على منازل الأقباط وقذفوها بالحجارة بقرية البرشة، مركز ملوي بالمنيا، وسط حالة من الفوضى داخل القرية نتيجة تجمهر المتشددين وسط هتافات التكبير بعد أن نشر شائعة عن نشر شاب قبطي قيل أن صفحته سرقت لموضوع وصف المسيء للدين. وقال أحد أقباط القرية: حالة من الفوضى والتجمهر داخل القرية وسط هتافات التكبير من متشددين على منازل الأقباط والتجمهر حول الكنائس القرية التي تشهد زحام بسبب تسبيح صوم الميلاد، ويحاول الأمن السيطرة على الأوضاع، وقام البعض بإلقاء المولوتوف على المنازل ووقوع إصابات بين الأقباط. هذا الخبر منقول من الأقباط متحدون. أحبائي وأعزائي، أريد أن أقول شيئا واحدا: أين حكومتنا؟ أين الأمن؟ أين محافظ المنيا الذي تحدث وقال إننا سيطرنا على الموقف؟ أين هي السيطرة؟ أين كل ذلك؟ إنها حروق منازل وحرق كنائس وإصابة أعداد كبيرة من المسيحيين. الله يرحم. كل ما أقول: كيريا ليسون يا رب أرحم، كيريا ليسون يا رب أرحم. يا إلهنا، لك كل المجد، لك كل الشكر، لك كل التسبيح والتمجيد. يا رب سلم أولادك من كل شر، ابعد إبليس عنا. أحبائي وأعزائي، من قناتكم المسيح هنا تنشر من أجل أن ترى كل ما هو جديد وجديد في هذه القناة. أرجو الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. لكم مني كل الحب والسلام، وسلام لكم جميعا. وهذا هو اللينك، أهو هو ده اللينك، تقدر تخش وتتفرج على الفيديو. طبعا عشان الفيديو ده يعني متميز بقناة حد محددة. شكرا لكم أحبائي وأعزائي، ولكم مني كل الحب والتقدير، وسلام لكم.